زخم من جداد الجيوب. يا ليتني جيب زخم من جداد الجيوب وزور عواض وعصيت في منزله. أنا يحدني ظروفي وطول الدرب وشلون بزور أبو مشعل وكيف أصله. لكن برسل سلام على حضوري ينوب سلام من الخواطر والوفا ينقله. سلام يا راسي شيخ في مطير حسب تأخر بهم طير في تل الزمن وأوله. علم الحياة والنشامة بين كل صب عوض عوض ركن مطير من يجهله. عز لربعه صليب الراس راع الوجب وراعي البل وراع الطيب والمرجلة. البلها في حياة حب من القلب مكرمة في جناب الشيخ ومدللة. مشرع مجلسه للضيف صدر الرحب عم اقدم الضيف ذلك فار ما قفله. ربعه زحول العظيمة ومتان الجنوب رؤوس الرجال العزاز اللي لهم منزله. نهار ركض الاصايل والصياح الطنب كم شيخ من الحصان الاصفر تحوله. انا على مدحه الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله. انا على مدحه الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله. انا على مدحه الطيب مهون وتب في شخصيته واشمله. يا ليتني جيب فخم من جداد الجيوب وزور عواض وعصيت في منزله. انا يحدني ظروفي وطول الدرب وشلون بزور ابو مشعل وكيف اصله. لكن برسل سلام على حضوري ينوب سلام من الخواطر والوفا ينقله. سلام يا راسي شيخ في مطير حسب تأخر بهم طير في تل الزمن وأوله. علم الحياة والنشامة بين كل صب عواض عواض ركن مطير من يجهله. عز لربعه صليب الراس راع الوجب وراعي البل وراع الطيب والمرجلة. البلها في حياة حب من القلب مكرمة في جناب الشيخ ومدللة. مشرع مجلسه للضيف صدر الرحب عم اقدم الضيف ذلك فار ما قفله. ربعه زحول العظيمة ومتان الجنوب رؤوس الرجال العزاز اللي لهم منزله. نهار ركض الاصايل والصياح الطنب كم شيخ من الحصان الاصفر تحوله. انا على مدحه الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله. انا على مدحه الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله. انا على مدحه الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله. يا ليتني جيب فخم من جداد الجيوب وزور عواض وعصيت في منزله. أنا يحدني ظروفي وطول الدرب وشلون بزور أبو
مشعل وكيف اصله لكن برسل سلام على حضوري ينوب سلام من الخواطر والوفا ينقله سلام يا راس شيخ في مطير حسب كفر بهم طير في تل الزمن واوله علم الحياة والنشام بين كل صب عواض عواض ركن مطير من يجهله عز لربعه صليب الراس راع الوجب وراعيا بالوراع الطيب والمرجله البلها في حياه حب من القلب مكرمه في جناب الشيخ ومدلله مشرع مجلسه للضيف صدر الرحب عم مقدم الضيف ذلك بار ما قفله ربعه زحول العضينة ومتان الجنوب رؤوس الرجال العزاز اللي لهم منزله نهار ركض الاصايل والصياح الطنب كم شيخ من الحصان الاصفر تحوله انا على مدحة الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله انا على مدحة الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله انا على مدحة الطيب مهون وتب لنجنب القاف في شخصيته واشمله يا ليتني جيب فخم من جداد الجيوب وزم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد. ضيوفنا الكرام، الليلة ليلة مباركة، ليلة سعيدة، تشرفنا أكبر تشريف طال عمرك بالشيخ محمد بن جبريل. التشريف والوسام حضور الشيخ فيصل من ناحية ضمن التشريف بحضور الجميع إخوان وعزاء وكل رجال والله منكم عزيز وغالي عليه. وأنا أبو محسن معزم فعلا معزم يجيتون أنتم هو المعزم يا جيتون أنتم يا الغراميل يبقون كلكم يا منكم جيتم هو المعزم وحنا نتشرف الليلة وليلة سعيدة ومباركة وحنا من غلاكم والله ما نستقنا شيء من جديد بنجيبه حنا من غلاكم صار شيء جديد الآن طازة بريش على ما قال فقالوا عندنا بنسوي حنا عندنا شعار حاضرين وقالوا ودنا نشارك وفرحة وحنا في أيام العيد والعيد حضوركم وشوفكم وقلنا حياكم الله وشارككم وقلنا ترك المجال نستأذنكم أولا نستسمحكم يا بن جبريل أنتم والشيخ فيصل والحضور بنترك المجال طال عمرك لمقدمة الأمسية حنا عندنا مقدمة أمسية اللي هو أخونا محمد شاعر ومنشد محمد بن صعيد الميزان بنترك المجال له وهو ينسق ويضبط ويزين وأنت بتستأذن استأذنكم يا شيوخ الحضور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد شيخ محمد بن جبرين شيخ قبيلة بن عبد الله بن مطير والشيخ فيصل بن مناحي الغرمول شيخ قبيلة الحمان البوم ورئيس مركز العلقين وصحبهم الكرام أيها الحفل الكريم نحييكم بتحية يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيوفنا الأكارم حللتم أهلا ووطئتم سهلا وحضوركم شرف لنا بارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يشرفنا في هذا المجلس المبارك في مجلس الشيخ عواض بن عوض بن صويل العضيل المطيري مجموعة من الشعراء ولا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة المباركة أن أهني الشيخ عواض بن عوض العضيل المطيري باللقب الجديد
الملقب من قبل مشايخ القبائل بركن مطير، وعلى ما قال يدل على كتاب عنوانه. الشيخ عواض بن عوض العضيلة في كل وقت، ونلتقي بالمشايخ والأعيان في مجلسه المبارك، وله منا كل الشكر والعرفان، ويستاهل هذا اللقب المميز الذي لقب به من عدة مشايخ من عدة قبائل، ولا يستغرب الطيبة من أهله. بداية مع الشاعر حامد بن محمد العضيلة فليتفضل. شاعر ترحيبية، شاعر عنده ترحيبية. مع الشاعر شاعر تفضل. يا مرحبا ترحيب يسوى ملايين عند ابو مشعل راعي الطيب والجاه. يا مرحبا ترحيب يسوى ملايين عند ابو مشعل راعي الطيب والجاه، بحضور فيصل من شيوخ المسمين بن مناحي مزبنا اللي تنصاه. بحضور فيصل من شيوخ المسمين بن مناحي مزبنا اللي تنصاه، شيخ بجاهه يطلعون المساجين، عويم من حد زمانه على قصار. شيخ بجاهه يطلعون المساجين، عويم من حد زمانه على قصار. وبوس ابو مشعل مرحبا يا ابن جبريل، يا شيخنا اللي ما تحدد مزاياه. وباسم ابو مشعل مرحبا يا ابن جبريل، يا شيخنا اللي ما تحدد مزاياه. الشيوخ عبد الله على العسر والليل، اهل الشده والبيوت المبناه، نسل الشيوخ الصادقين السلاطين، من راس مبلش يا عسر خلد مثواه، وباللي حضر عد الحجيج الملبين. يا مرحبا ترحيب للضيف قلنا وسلمت. صح لسانك وبيض الله وجهك. طبعا كانت عندنا مناسبه واغلى مناسبه في 26/1/1433 بحضور مشايخ البقوم وحضور مشايخ مطير، ومناسبه دعوه مشايخ البقوم عند مشايخ مطير في جده، وانا اعتبرها من اغلى المناسبات واغلى المناسبات التي شاركت فيها بقصيده، واستاذنكم هذه القصيده. مرحبا ترحيب وافي ما يحدد حده، في محل للنشامة ما يقفل بابه، واثني الترحيب لأهل الواجبة وارده، واعرف ان الطيب مردوده يجي لاصحابه. الوفا والطيب كل الطيبين توده، من لفافي حفلنا مرحبا وهلابه، بعد شرفت وعزيمتنا بشاطي جدة، زادت الافراح والخاطر يزيد اعجابه. يا البقوم أهل المواقف فرخة والشدة، يا سهوم إلا المنايا فلقة حرابة، فعلهم بالطيب والنماس كل عد يوم صلاة المعارك فعلهم يحكابه. يا البقوم أهل المواقف فرخة والشدة، يا سهوم إلا المنايا فلقة حرابة، فعلهم بالطيب والنماس كل عد يوم صلاة المعارك فعلهم يحكاب، في حلال مطير ضلع ما عرف وش سادة، في حلال مطير ضلع ما عرف وش سادة، يوم عسرة الليالي للعدا غلابة، ربعي اللي توقف الباطل وتقف ضده، العدالة نجهم والميل ما نرغب، رجلهم
الحد يحتمون الدار بالمدفع وبالدبابة ما تغير في ولانا لو تطول المدة وما تفرقنا علوم العالم الكذابة. سلامتكم. الآن شعرنا كبير عايض من سيد اضيع من الحلقة تسوي هوا ولا لا؟ خلنا نفكر شوي. قصيدة تلحيبية بهذه المناسبة مع الشاعر بدر الجعفري فليتفضل. السلام عليكم. مساكم الله خير جميعا. هاجسي يا هاجسي وين ندوب الطرق زانا؟ هاجسي يا هاجسي وين ندوب الطرق زانا والنخيتك يا هجوسي خابرك ذيبة الذيابة نفرح ونستانس ونسعد إلى جو ومرانا الشيوخ اللي لهم بقلوبنا قدر ومهابة نفرح ونسعد ونستانس إلى جو ومرانا الشيوخ اللي لهم بقلوبنا قدر ومهابة باسم عواض العضالة مرحبا بلي لفانا ابن جبريل المسمى ابو محسن مرحبا به باسم عواض العضالة مرحبا باللي لفانا ابن جبريل المسمى ابو محسن مرحبا به ما يمد الا الجزيل ولا يصيد الا السمانة شيخنا شيخ العبادل شيخنا شيخ العبادل شيخنا شيخ العبادل لابتن يا ويا لابه ومرحبا واهلا هلا باللي تجدد بها لقانا فيصل الغرمول كساب المداح يا هلا به مرحبا واهلا هلا باللي تجدد به لقانا فيصل الغرمول كساب المداح يا هلا به من سلايل شايب يلا لعله للجنانة يا عسى الجنة ثوابه يا عسى الجنة ثوابه. سلامتكم. صح لسانك ولا يستغرب من مكانة الشاعر بدر بن مجنة جعفري. الآن مع شاعرنا حامد عضيلة بن تقوى. بسم الله. القصائد المشكلة يا ربع الحفظ هذه مشكلة. ولكن بنجيب لكم من آخر القصائد اللي متجودين فيها لساعة ما تسربت وتروح. في طال عمرك موقف إنساني وجميل سواه الشيخ جزء بن متعب الجعفري الطيري في العفو عن قاتل ابنه الماكي. ويمكن هذا الحفل حضره الشيخ فيصل غرمور وعدة مشايخ من الدوشان في عند ابو مشعل سوى له تكريم وحفل حضرنا كلنا وحضروا الشعار وهذا الرجل اللي سوى موقف عظيم ان شاء الله نجزاه الجنه. القصيده لا زالت انها قريبه وتحفظي بها ولا مشكله ان الحفظ ما في لكن يقول بدايه القصيده يقول يا مرحبا في منزل عنوانه بيت الضيوف ولا قفل ببانه هو منزل اللي سمعته معروفة بالطيب مع ربعه ومع جيرانه عواض راع الطيب مكرم ضيفه والله على طيبه المكارم عانه عضلة قام يتسامى صيته فوق النجوم العالية مسكانه حياكم الله في محل مطيري كل النشامة ضمهم ديوانه هل هي الريحة مثل ريحة العنبر والعود الازرق ما انقطع دخانه ثم اسمحوني كلكم يا الاخوه يا الطيبين اللي لكم مكانه ادعوا معي من كل قلب المخلص يجزى جزى الجنه ويعلي شانه اللي عفى عن قاتل ابنه واعلن تراه عتق ربنا سبحانه في موقف فيها البشر مجتمعه ساحه قصاص وكلها مليانه كل دموعه فوق خد الساله وعيون ابوها من البكاء غرقانه واللي عليها الحد جيب وكبل وقال المذيع اسطور من بيانه مكبول والسياف يمشي يمه متجهز حتى وقف وزانه والسيف في يمن المنفذ يبرك والسيف في يمن المنفذ يبرك شد انصاب ونافذ ذرعانه جات أرسالة من إله القادر منزل الرحمة عظيما شانه رحمة إله جات بقلب المؤمن اللي بوجه الله قوي إيمانه
نادى على السياف وقف وقف والناس تنظر فيه عانة عانة. نادى على السياف وقف وقف والناس تنظر فيه عانة عانة. كل والناس تبغى، كل يبغى يسمع، كل يبغى يسمع كلام إنسانه. ثم ابتدى بالكلمة المشهورة تراه عتق ربنا سبحانه: تستاهل التقدير يا أبو متعب، جزاك من رب الإله أحسانه. أنت من اللي صيتهم، أنت من اللي مجدهم ما ينسى، مثبت المبناه من سيسانه، ربعك بطيره للعلوم الصعبة اللي لهم بين القبائل خان. ربعك بطيره للعلوم الصعبة اللي لهم بين القبائل خانة، بدون قاصر في القبائل لله الكل داون حقه من فلسانه. وصلوا عدد من حج في بيت الله على النبي المصطفى وعوانه. السلام عليكم. صح لسانك. يا لا 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 الإعلام وراه. لا 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 Yeah.
أبو صح لسانك أبو عبد الله ولا يشتغل من مكانة الشاعر عايض ابن سفير القمي وخير من يمثل. ولا ننسى بعد تعليقنا على الشاعر الحامد، لا شك أن الموقف جلل ولكن صوره باحترافية شعرية ونقول بيض الله وجهه على هذا اللقاء. الآن مع الشاعر الكبير منار عضيف اللي تفضل. مساكم الله بالخير جميعا. هذه قصيدة مسويها بمناسبة تكريم مطير للبقوم، وهم دائما سباقين بالعلم الغانم وكسبوا خير وكسبوا علم الغانم، فراع الأولى ما حد يلحقه. فأنا ودي كل ما أشوف القمي أقولها، ما الليل عاد موجودين وشيخهم موجود. يقول مرحبا بالمقوم ومن حضر من قبائل مرحبا بالمقوم ومن حضر من قبائل أرحب والشحم والكيف تستاهلون مرحبا بالمقوم ومن حضر من قبائل أرحب والشحم والكيف تستاهلون أرحب والشحم والكيف تستاهلون يا رجال لكم عادات كسب الجمال من فعل طيب عند العرب يكرمون من فعل طيب عند العرب يكرمون يا وجب ما فعلت خلي الراس طيب يرفع الراس للعليا ويرفع متون يرفع الراس للعليا ويرفع متون يا رجال ارحمنا البيض جتكم رسائل علمكم قد وصلنا وعلمنا تسمعون علمكم قد وصلنا وعلمنا تسمعون يا ظهر السوان دائما فالويل كل علم دائما تبغلون كل علمنا مش دائما تبغلون لو رجعنا على التاريخ نلقى الفعايل كل ما راح برق يمكم تكسرون كل ما راح برق يمكم تكسرون يوم ضرب السيوف ويوم قدح الفتايل من نواكم بسعد سوى ما ترحمون من نواكم بسعد سوى ما ترحمون كل ما غطرف منقضة تجدائل كم من فارس في المعركة تجدعون كم من فارس في المعركة تجدعون دون شقح البكر وفي ظهور الأصائل كل لود عليها واسمكم تحتمون كل لود عليها واسمكم تحتمون ما نقول العلوم الا عليها دلائل والعرب من قال حق ما يجحدون والعرب من قال حق ما يجحدون وربعي يمطي رمش في نكب وقلايب معاك جو ربعي يمطير مش في نجمونا الغرايب ويل من هو يباهم ويل من هم يبون ويل من هو يباهم ويل من هم يبون يوم درى الدويش مطوع كل عاد كل مرسل حمرنا النواطر يجون كل مرسل حمرنا النواطر يجون حقكم ما نهضم يا عيال الحمايل قسمكم فالعلوم الطيبة تاخذون قسمكم فالعلوم الطيبة تاخذون يوم جانا الأمام اللي يسجى الرحايل قبلها الناس كان الدين ما يعرفون قبلها الناس كان الدين ما حكمها بشرع الله وحد السلايل علم المسلمين بربهم يا
يعبدونه علم المسلمين ربهم يعبدونه نحمة الله أمن وأمان والخوف الجاي حكم من يشكر الله والعرب يشكرون حكم من يشكر الله والعرب يشكرونه أبو متعب علينا مثلنا والمخايل أبو متعب علينا مثلنا والمخايل فالسما ضاف يخياله وتمطر مجونه فالسما أكرم الشعب كل من جميع الوسائل أحد براتب أحد يكفيه شون أحد براتب أحد يكفيه شون ذاك لما عضل يوم رد المثايل يوم جيم عليها يغني الحون يوم جيم عليها يغني الحون وشرمت أحد الشعب صح لسان الشاعر مناور العضيلي على هذه القصيدة ولا يستغرب من مكانة الشاعر مناور المطيري قصيدة مع الشاعر شاهر العضيلة بن تمضي الشيخ محمد بن ناصر بن عقيل العتيب عند لوحة الغانم ما شاء الله من يستاهل راتب اللي بث من ما تدور ببديل لا ذكرت الله ودقيت سلفه ما تخاف من نويت وحسبنا الله ونعم الوكيل راتب اللي بث من ما تدور ببديل لا ذكرت الله ودقيت سلفه ما تخاف من نويت وحسبنا الله ونعم الوكيل لا يجي في القلب عندك تغير ورتجاع تدري ان الجيب عبره مع الخط الطويل انت مهل سر خاطرك ولا طاف طاف جيب الاكسس في نظام الجيوب اخر مدير يربك السواق لا صار في الخط العطاف ما ورد في المملكة غير في شركة جميل آخر التصميم والفلسفة والاكتشاف لا تحدر تقول نجم محول من سهيل بس مثل المسطرة لا قفيته من خلال سن وجه الاحتراض ربة الطرف الكحيل من دلعها كل من ناظرة يم التعال ما نقل ملكيته واحد دخل دليل لا ندفع ربع مليون من زرق ألا لا الجيوب المرمن عنده عابر سبيل شكل اللي في طريقه تجمع واصطفاء مستحيل يعاند انه فوق المستحيل تقول يعطيهن مثل ما يقولون انصراف يا نديبي فوق من مركب ويشفى الغليل ودي اكلفك بداخل الطبلون قال لا تهاون مع موترك حمل ثقيل غير سواق وبعض المكاتيب الاخفاء نحر ديرة عتابها مزبن تدخيل نحر ديرة عتابها مزبن تدخيل يوم وقفات الرياجيل بحدود الهام قال خص اللي تبي قلت لمحمد عقيل المقاطي تعترف لها للطيب اعتراف راس من روس الرياجيل والفعل الدليل ينطحون الكود وعزومهم ما هي ضعاف ما تهاون في المواقف ولا عزمه هزيل لو يمرون في 7 سنوات العجاب شرط من تاقف وفوق الصحون في طاحين ما يبي تعريف بيت الكرم دار الله وصل منا التحيه مع الشكر الجزيل ونوصل هالخط خليك سريع على الحرام سلام هو والله يمنعني دائم لكن عاد بتجرع له وبقول هذه وبدفع على ابو عبد الله ابدفع على ابو عبد الله ابدا دخلت فلوس المقاعد اقول الله يبيض وجهه اهل الكرم والفعول اللي لا شافوا الضيفان قالوا هلا اهل الكرم فزعه الخايف تقول وتطول ولا ردي لا تنصيت تلقى القلب اللي مع اهل الكرم والطيب ما له قبول هو البخل والرد دائم يجون زملاء وجههم الطيب وعلوم الرجال انقسوا وبابه مقفل على الضيفان ومسلسلة والطيب ما نزبون على الرجال الزحول اللي بوقفاتهم تشهد جميع الملا مثل راع الطيب ولا وقفات سعد زعول مثل راع الطيب ولا وقفات سعد زعول شيخ تعلم فعله ونصيب اعتاب سلامتك كان من غنى الربح حقوق واجبات والبطل يثبت وجوده اليوم منه حضر اصخر المعنى وجيد الجمل والمفردات ان بغيت اقطف ثمر وان بغيت الحت صخر يا محمد ابن مبلش جبول السايدات انت واخوانك لكم في الزمن عزه وفخر بالسين الحاضره
والسنة الماضيات تشهد شهور السنة تشهد أيام الشهر. يا عيال اللي فكر يسوي المعجزات منح ربه مع المعرفة بعد النظر. المراجل ثبت وتادها بالمنجزات بالتواضع والوفاء لعصيته وانشهر. بثلق سارت الكاب البطل على ثبات كل سكان الخليج يعرفون بالاشي سبا. بثلق سارت الكاب البطل على ثبات كل سكان الخليج يعرفون بالاشي سبا. شيخ له مبدأ ينومس وفيه مميزات فايت بالطيب بين المشايخ والجبار. يقضي الحاجات يهدى الهدايا الطيبات. كان فقير بعد ما جاه نساها الفقر لو بعد امجاد مبلش وحط مجلدات صدفة اللي مغراب يغرف من بحر. لو بعد امجاد مبلش وحط مجلدات صدفة اللي مغراب يغرف من بحر. مات سن حي من بينه لو كان مات ما يموت اللي دخل مثل ابو تركي دخل. مات سن حي من بينه لو كان مات ما يموت اللي دخل مثل ابو تركي دخل. واصل المشوار من طيب ساس وطيب ذات ابنه مبني على اساس محمد عمر اشهد انه يرفع الراس راع البارزات كل منهن تنهى الشمس في وقت الظهر. بارزات بزينهن والبها في المبلشات يبلشن الخصم حتى يموت بلاقاه. بارزات بزينهن والبها في المبلشات يبلشن الخصم حتى يموت بلاقاه. حتى يموت بلاقاه مثلها ما ينوجد في جميع البرزمات. باهلات من سنح عن تشوق وانبهر لا شعاها من يوده تقول مدربات. لا رفع صوته يجي النسباق من السطر. لا رفع صوته يجي النسباق من السطر. أرجاب طوال تزسبال الضافيات والقوالب وافية فهجر عنها الظهر. والخدود عراض وزين من خدود البنات. مكرمة بكتاب ربي لها ذكر وقدر. والعيون تقول بغى الدلالة مكحلات. جابها رب الملا من عيون أهل القشرة. ولداني خرع والوالها سكر نبات. والوبا قصير والزين في قصر الوبا. ولداني خرع والوالها سكر نبات. والوبا قصير والزين في قصر الوبا. إيه من هيافة يهل الوبا متسلسلات. كل منهم لطلع مثل مطلع القمر. والكفو كفو على اسمه كثير مواصفات. وقفته وقفة زعيم من قدام للموتمر. عيون اسمه كفو. والكفو كفو على اسمه كثير مواصفات. وقفته وقفة زعيم من قدام للموتمر. والفحن وماس نومس اخوانه والخوات معتبر وسلالته مرقلة بدو وحضرة. فارق بالشكل والاصل من كل الجهات. النحر من عرفه تقول بوابته قصر. فارق بالشكل والاصل من كل الجهات. النحر من عرضه تقول بوابته قصر. الفحول اللي تقول الجبال الراسيات كل منه يطد الفقر اليمن هدر. الفحول اللي تقول الجبال الراسيات كل منه يطد الفقر اليمن هدر. هدر والاسم معروف ومن الرسوم البينات. بطرقين هلالهم بين صيته ظهر. والبلحن اصحابها من سين مرمسات. الحين قال لها ما انا هاب املا الخطر دونها بالمحنه والسيوف المرهفات. نقص الماس الحمر قدام الحمر دونها بالمحنه والسيوف المرهفات. نقص الماس الحمر قدام الحمر. المراديد الطرايا اللي راحتهم جاهم عزوه العزوه فخر حرب انتقام. المراديد الطرايا اللي راحتهم جاهم عزوه العزوه فخر حرب الدوراء. النحر والبقوم حصوننا والسهوم الواردات. نعم بظهور السواني يرد الخبر. والبقوم حصوننا والسهوم الواردات. نعم بظهور السواني يرد الخبر. كاسبين الطائلة باليمانة الطائلات. فلق نار وجمر بالكرم مثل المطر. كاسبين الطائلة باليمانة الطائلات. فلق نار وجمر بالكرم مثل المطر. نعم في كل القبائل مواقفهم ثبات. كل منهم دون داره تعزوى وانتصر. للبشر قلت الحقيقة بدون مجاملات من زعل مني براسي سقط الحق. للبشر قلت الحقيقة بدون مجاملات من زعل مني براسي سقط أكبر حجر. وختم صلوا على اللي يسلم خاليات. صاحب الكف الذي صاحب الوجه الأرض. سلام.
فاقد التوكيل. نهض صدر الجزيرة وانتهى ضاري على الفريس، فرايس هرجاب الحمر مخلابه خطر وجهيه، تذكر مجد قدانه وفكره حمسه تحميس كبير الفكر والتفكير، نظراته تروح بعيد يدوس الراي دوسه، ولا داس الراي دوسه ديس عقيد القوم قدامها يعقد من يبا التعقيد، لهم قد السياسة والرياسة راسها ماليس وقرر يستعيد اللي مضى من دونه شرط وقيد، وقال الله أكبر حقها التكبير والتقديس. كريم الأكرمين وما عبد غير لي له زهيد، أنا نويت لينية بمس حبالها تمسيس، كاني على حق الله يساعد على مريض أبرقع على الجزيرة، ثم بهدم ما بناها إبليس نسود الحق الجزيرة، كيف يخسر بسيادها سيد كبطل قلبه نظيف ويكره الغش والتدريس، دعا ربه رب لا دعا الداعي ما هو بعيد، بعد قرر ضرارة حرك القوة على التويس، سروا بالليل نظرة والرياضة لهم هدف ووعيد وقوة وعدة قوته حضر بعيد، ومن نواه تعيس ريق اللقاء ما بينهم خامل ولا العديد، محركهم على فخام طائرة تذكر ولا تويس، محركهم على عصا مضى تطوي صحارى البيت، سروا مسرى ذيابا مكرسين جهودهم تكريس، وطريق القوم صحراء الاسفلت ولا عمل تمهيد، يقول القوم قطاع الفياف في فارس الفريس، صناديد الطلايا قاتهم للمعركه صنديد، يشجعهم يونسهم طيبه خاطره تونيسهم من مثل ملك كل المكارم ما يعيش وحيد، بعد وصلوا هدفهم فالمتارس ترقصوا تتريس، وقال انا البشير نجركم عند الله يزيد، وقال فرحتك حنا على ظنتك والتهجيز، يموت اللي يموت بعز والميت يموت الشهيد، وقضى عقلان زرع الشروق وحس التحسيس، وثب علىه واثبت نمر ما حقاه بالتهديد، شلفا صافية من كف صافي غرس التقريس باب المصبك اللي مركور صوته بالعيد، وقال الحكم لله ثم على المد والتنفيذ، قطع دار الظلم والتعقيد والتنفيذ، وطهر نجد الانجد من يدينا البطش والتنجيس، ولا يمشى من لاعب الشقا والسلب والتبديل، يا ابن عبد الرحمن الفيصلي من لا يودك هيس تقدم يا الامام الكلولة والحبة والتأييد، جزيرة لكم العذرة وابو ترككم العريس، خيرته وقدم مهرب بصقرنا حديد، حكم بكتاب رب البيت وضع خطة الخسيس، ابليس اللي سعى بين البشر والحقد والتشريد، وعام 1003 ايه عدل من البشر على الوفاء والخرق بتركيز، ومن بطن الرياض ارسل كتاب المركز التقنيد، وعام 1051 بالتقييس توحدنا وصارت مملكه ومحدده تحديد، علمنا فوق دايم معتلي ما يقبل التنكيس الاخضر فيه قلنا لو نور رد تهديد باقي نصها ما قدرت اكمل. قالها قبل عيسى الشاعر عازم بن سفيان الان مع الشاعر بدر بن مجلة جعفر. صراحه اللي جمعنا في هذا المكان الطيب يستاهل ان نمدح هو الشيخ عواض الغزالي. الطائرة لجت على بيت عوض تاخذ لها دوره ودوره ودوره، طيرها فيها يعرض تعرض، صور من الاجواء ثلاثين صوره، ينزل شويه ويتناهض تنهض، كانه مع الضيفان يكتب حضوره، وكاني مع الطيار هذا الفكر هاض، عجز من اللي شاف يصف شعوره، منظر يشوفه ما يعوض تعوض، ما يدري انه بيت نمر النموره، بيت الكريم وفاضي من هالكرم فاض، قعدان الكرام الضيوف بعقوره، والبيت نوره كانه البرق لناض، شعق والطيار يدعيه نوره، سج حدد مكانه في الخريطه والارض، ويقسم يا هذا البيت لغير زوره، شلع بها وانوارها توم غمض، من فوقها مسح بغنى بنوره، واقفه مع ركاب وبحفظ حفظ، ما ادري يا بالدمام ولا شروره. صح لسان
اكثر من مكانه الشاعر بدر بن مزن الجعفري. الان مع الشاعر مناور عضيل بن تطور. وقفتوا على اليمين يمكن يعطيني ترى ما تستحق ماني رايح. لا تستحق. يقول ما شريت الجيب بناظر في جنوبه ناوي يعطي به ديارنا جر هديه وينشدوني عقب مرجع عند روبه عم راح يوم راح وعم جيه. إن سرحت الصبح ولا مغروب الساق ذيب الليالة الخرمسية هبعده عن جو جدة والرطوبة ونجد يا بغي برانة عذية إن عطيت الخط وإن عطيت جوبة لا يهمك لو ضربت المهمهية وشب نارك في المذاري عن هبوب وحكر الفنجال في ديارنا خلية والهموم اللي معاقبتك عقوبة خلها في المدن وارتح لك شوية وخبر اللي ما خبر اللي ما شروا ولا دروا بيشترونه لو سعره فوق 100 هبزه ورد اليابان معروفه شعوب اقصد القصار ما غيرهم مطيه متكنين بصناعه يوم جوبهم مواصفات المقايسه قويه من مفاتيح اليابس مرهوبه ما اشتغل بغير شركه عالميه يمشي ال 200 وكنا المشي دوبه ما تعب السايق ولا يتعب خويه ريح ممشاه وريح ركوبه من درقزونه ما تتعبني يدي يوم مشيت بصيف لا تخشى لهوبه كانها تصلق عليك هذه سيديه ومشيت بصيف لا تخشى هبوبه كانها تصلق عليك الي سيديه زين في جناحه صور صقر العروبه والصقر معروف وعبد الله حليه الملك حبه مع الشعب يشهدوا ومن يطالع صورته يعطي تحيه وكل رجال اللي بنكمل وجوبه وكل طيب كاتب دينه علي يوم تجبرني لزومي رحت صوبه واذكر رجال الوفاء ولا الحميه الرجال اللي مواقفها محسوبه ما تغيرها سنين ولا قضيه يوم بعض الناس رزقه مغردوب ولا كسب نماس لو بالشاذليه كل ما يجمع في جيوبه ولا حسب للطيبه ولا الرديه والردي رجال هي بشته وثوبه ما تعرف لو يعطيك الهويه واللوازم والحب عيوبه كان ناره ميته وان كان حيه ويا الله اني طالبك رحمه وتوبه وتلطف بروحي لا جات المنيه والبنادم كل خوفه من ذنوبه يبغى الحسنه هنا وبيجيب شيئا وسلامتك. صح يا شاعر. اطلبها بشيله مع الشاعر عواد. ابشر. مرحبا حياكم الله مليون ذم مليون فيك يا امير عبد الله وفيك يا فيصل الغرمول. بيتني جيب فخم من جداد الجيوب وزور عواض رعصيت في منزله انا يحدني ظروفي وطول الدروب وشلون بزور ابو مشعل وكيف اصله لكن برسل سلام عن حضوري ينوب سلام من الخواطر والوفا ينقله سلام يا راسي شيخ في مطير حسب كفر بهم طير في تل الزمن واوله علم الحياة والنشام بين كل صب عواض عواض ركن مطير من يجهله عز لربعه صليب الراس راع الوجب وراعي البل وراع الطيب والمرجله البله في حياه حب من القلب مكرمه في جناب الشيخ ومدلله مشرع مجلسه للضيف صدر الرحب عم اقدم الضيف ذا الاكبر ما قفله ربعه زحول العضينة ومتانا الجنوب رؤوس الرجال العزاز اللي لهم منزله نهار ركضه لصايد والصياح الطنب كم شيخ